المصلح الموعود أكرم بالذي قد كان يوما قبلة العظماء. المصلح الموعود أكرم بالذي قد كان فخر العلم والعلماء. كم طالب لصلاته ودعائه، فدعاؤه سر لكل شفاء. جادت يداه بكل خير وافر، هذا سليل الخير المعطاء. فاضت مكارمه وعم حنانه، فأضاء دنيا البؤس والبؤساء. علقت به كل القلوب صبابة، حتى غدا أملا لكل رجاء. يا أيها الشبان، هل من راشد منكم يلبي إن دعوت ندائي؟ إن كان فيكم للمروءة نخبة فترسموا أبدا خطى الشرفاء، وامضوا على درب الجهاد جحافلا للأحمدية تحت كل سماء. أعلامكم خفاقة وقلوبكم نبع الشجاعة عند كل لقاء. وتعلموا أن الجهاد فريضة في عالم الصلحاء والنبلاء. وإذا قريش قد تعالت مرة بالسيف يفلق هامة الأعداء، فجهاد هذا اليوم صوت صارم متجاوز الأبعاد والأصداء. ليس الجهاد بخنجر وبمدفع، أرض الجهاد منابر الخطباء. هذه الكبابير التي فيها علا صوت المجدد داعيا لإخائي، اليوم تنقد من بنيها عسكرا يحمي أصول الملة السمحاء. فامضوا أسودا للوغى هاماتكم، مرفوعة بالحق للخيلاء. ووجوهكم إذ تعتريها عزة وضاءة في الليلة الظلماء. أسماؤكم مكتوبة من عسجد، نقشت بعزم صارم وبلاء. يا إخوتي، هذا نداء نابع من لب أفكاري ومن أحشائي، ودعوت ربي أن تكونوا أمة سباقة للخير والإعطاء.